يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا دكتور في الجامعة يقول إن التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع، وأنه رواية عن الإمام أحمد، ويقول أيضا إن سب الصحابة ليس بكفر، وبخاصة سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم إنه يدعو إلى حوار الأديان، فكيف التعامل مع هذا الشخص وفقكم الله؟ أرجو توجيهنا في هذا. هذا يجب أنكم تأخذون عليه محضر من كلامه، سجلون عليه الكلام هذا وهو ما يدري بالفصل، ويفرغ من الشريط وترفعونه لدار الإفتاء. هذا لا يترك يلعب على الناس، يجب عليكم هذا، لأن هذا من إنكار المنكر، فلا يترك هذا يلعب على الطلاب وينشر بينهم الخرافات. وأشد من ذلك كلامه في الصحابة رضي الله عنهم، لا يترك أبدا ولا يسعكم السكوت. نعم.